عربي تبقى دي الحقيقة حاجة قوية جدا جدا. طبعا برضو على المستوى يعني السعيد النهاردة بنحتفل بعيد ميلاد الكابتن محمود الخطيب، بيبو الكرة المصرية، أسطورة الكرة المصرية الذي لا تكرر يعني حتى الآن. بيبو العالم كله يتكلم عن محمود الخطيب، مصر كلها دايما تفتكر محمود الخطيب، محمود الخطيب بأدائه بلعبه بأخلاقياته. يعني النهاردة الفيفا بتهنئ محمود الخطيب بعيد ميلاده، وكل اللقطات اللي انتوا شايفينها دي كانت لقطات خاصة وحصرية لقناة الحياة مع طبعا الزميل مهيب عبد الهادي، هو كان شريك لحظة بلحظة مع كابتن محمود الخطيب، سواء أثناء ما كان كابتن محمود الخطيب هنا مشرفنا في قناة الحياة، سواء في رحلة ألمانيا، سواء في رحلة علاج كابتن محمود الخطيب اللي اطمنا عليه، كان مهيب يعني مان تو مان مع الكابتن محمود الخطيب. بنبارك له النهارده باحتفاله بالعام ال 61، ويا رب يديله الصحه، ويا رب يفضل بيبو كده ان شاء الله باذن الله موجود في حياتنا وموجود وعايش، ويديله الصحه والستر ويفضل كده جنب ولاده. الحقيقه يعني اسطوره الكره المصريه الذي لا تكرر كثيرا، محمود الخطيب بيبو الكره المصريه. نروح نحتفل مع محمود الخطيب او نحتفل بمحمود الخطيب بيبو الكره المصريه، ونرجع تاني نستقبل العالمي المدير الفني للنادي الاسماعيلي احمد حسام ميدو حديث عن الكره المصريه. نحتفل ببيبو الكره المصريه. أبرز أساطير الكرة المصرية، مهارته وإنجازاته جعلت منه اسما لامعا سوف يتذكره التاريخ دائما، ولما لا، فرغم اعتزاله منذ ما يقرب من 27 عاما لا يزال يحتفظ بنجوميته وكأنه لم يبتعد عن الساحرة المستديرة. إنه محمود الخطيب الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1954 بإحدى قرى محافظة الدقهلية، قبل أن ينتقل مع أسرته إلى القاهرة ليلعب بنادي النصر، قبل أن ينضم لصفوف الأهلي وتبدأ مسيرته الحقيقية مع الكرة. محمود الخطيب حلوة. لعب محمود الخطيب طوال حياته الكروية 266 مباراة، منها 199 في الدوري و18 في كأس مصر و29 في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري وعشرين في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس. وصل إجمالي أهداف الخطيب إلى 154 هدفا، كان منها 9 أهداف في كأس مصر و36 في بطولات إفريقيا والباقي في الدوري، إلى جانب 27 هدفا مع منتخب مصر ما بين مباريات رسمية وودية. ساهم الخطيب في فوز مصر بلقب كأس إفريقيا 1986، كما شارك في تأهل المنتخب الأولمبي لدورة الألعاب الأولمبية مرتين متتاليتين 1980، وحيث شارك في الأخيرة وساهم ببلوغ الفريق للدور الربع النهائي بالبطولة. حقق الخطيب أرقاما ظلت صامدة حتى 2008، حيث فاز بيبو مع الأهلي بلقب الدوري 10 مرات والكأس 5 مرات، ولقبين في بطولة أبطال الدوري الإفريقي وثلاثة ألقاب في بطولة أبطال الكؤوس. وجول فاضل محمد عامر، يا سلام، وترد تاني والخطيب، يا جول عظيم. اختير الخطيب أفضل لاعب في القارة السمراء عام 1983، وتوج بلقب هداف الدوري المصري مرتين قبل أن تضطره الإصابة التي حرمته من تحقيق المزيد من الإنجازات على الاعتزال. وكان يوم اعتزاله تاريخياً، وذرفت دموعه حزنا على فراق المستطيل الأخضر، ولكنه لم يبتعد عن الكرة وتقلد العديد من المناصب الإدارية، كان آخرها نائبا لرئيس الأهلي، وعرض عليه تولي منصب وزير الرياضة ولكنه رفض المناصب الحكومية مفضلا الحفاظ على نجوميته وشعبيته. كابتن محمود قيمة كبيرة في الكرة المصرية وفي حتى على المستوى الإنساني كمان، ما بيختلفش عليك اتنين في مصر سواء أهلي وزمالك، كل طوائف الجماهير الكرة المصرية نفسها تطمن عليك وتعرف أخبارك، لأنك بالفعل معشوق الكرة المصرية. ربنا يخليك، شاكر جدا والله يا مهيب، والحقيقة يمكن في البداية طبعا بحب أن أنا أشكركم لاهتمامكم
وحرصكم ان انتوا يعني تيجوا لغايه هنا وتحاولوا تغطوا اخبار العلاج الاخير اللي كان ليا يعني. فاتمنى اكون فعلا انا بس كانسان يعني استحق ان يكون الناس مهتمين بي بهذا الشكل يعني. ومش بالنسبه للجماهير انا الحقيقه مش عارف اذا كنت اقدر ان انا يعني الاقي كلمات اقدر اعبر بها عن شكري وتقديري لكل الجماهير الكره المصريه الحقيقه. طبعا من اللي انا شفته من حب ومن يعني غمروني الحقيقه بسعاده داخليه كده. مش قادر اشكر يعني مش قادر اقول كلمات او الاقي كلمات استطيع بيها ان انا اشكر الناس يعني على مشاعرهم الطيبه دي الحمد لله وربنا يديمها نعمه. واتمنى ان انا يعني اذا كنت قدمت حاجه او ربنا يهديني عمر ان اقدم حاجه ثانيه يكون على المقدار. هذه قصه بين موهبه من صنع الخالق ليصبح الخطيب حبيب الملايين.